جاشوا ذو 7 سنوات مريض، وحالته الصحية منعته من الذهاب إلى المدرسة، إلا أن مقعده في الفصل لم يبقى فارغا. روبوت بديل ساعده في تجاوز محنته. أحب أن أذهب إلى المدرسة، وهذا الروبوت يساعدني على رؤية صفي مرة أخرى. الروبوت يخبر المدرسة أنني أود التحدث، فتنظر وتستمع إلي عبر الروبوت. جاشوا مريض بمرض رئوي حاد يمنعه من الالتحاق بالصفوف الدراسية، إلا أنه لا يزال يتفاعل مع معلمته وزملائه من منزله عبر جهاز لوحي متصل بالروبوت، فكلما أراد الحديث أرسل الروبوت إشارة وميض. لقد أخبرنا أولياء الأمور أن جوش يمكنه رؤية الفصل الدراسي ويمكنه التحدث إلى الأطفال عبر جهاز آيباد في المنزل. كان علينا أن نطمئن الأهالي الخائفين من أن يصور أطفالهم، لكن روبوت جاشوا لا يسجل أي شيء. كل ما يمكنه فعله هو المشاركة مباشرة. الروبوت مبادرة خاصة يمولها المجلس المحلي في حي مارستان في برلين. روبوتات مخصصة للحضور بدلا عن التلاميذ في حالة الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها قد تكون بادرة لمستقبل التعليم في ألمانيا.